صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. الله هذا ابن النبي لشأنه جبريل هز المهد منه رضيعا يمسي بضاحية الهجير بكربلا ظمآيان ومطوي الحشاشة جوعا ويصير مائدة لساغبة الضبا والسير تكرع من حشاه نجيعا. عجبا لمن قد كان نورا محدقا بالعرش يمسي فالصعيد صريعا وما ومن ارتبى طفلا بحجر محمد حتى اغتدى وحي الإله صريع تعج أملاك السماء لقتله. اليوم مات الأنبياء جميعا اليوم مات الأنبياء جميعا. اليوم أيوم يوم العاشر يوم الفاجعة نزول كربلاء يوحي إلينا ما يجري في كربلاء. اليوم قد قتلوا النبي وعاودوا يا الإسلام يبكي ثاكلا مفجوعا. اليوم جردت السقيفة سيفها فغدا به رأس الحسين قطيع. ولي اليوم من إسقاط فاطمة محسنا سقط الحسين عن الجواد صاري.
في كربلاء. يلا جاوبني نقرأ هالأبيات. في كربلاء حل البلاء أرض المصايب. ايه جاوب جاوب. في كربلاء في كربلاء أرض المصايب. في كربلاء حز النحور. في كربلاء رض الصف. وفي كربلاء هتك الستر أرض المصار. في كربلاء حل البلاء. أرض في كربلاء سلب الحارين. في كربلاء ضرب اليتيم. في كربلاء قطع الكريم أرض في كربلاء. في كربلاء في كربلاء أرض المصايب. في كربلاء الخطب الفظيع. في كربلاء يفيض النجع. في كربلاء ذبح الرضيع أرض المصايب والبل. في كربلاء أرض المصايب. شافت العسكر واصبح حياة زينب حزه. نادت على العباس جدو مضاعي. شور على الوالي يردنا لل قبل المساء يمسي وقبل ما يهود الليل. قالها أنا ما أقدر أتقدم لأخويا حسين بالشار. الأرض هذه كربلاء والشار. بارك الله. فوز وشهادة ومرجلة ونور على اليوم يوم المرجلة وعز الرجاء. خاف يقول حسين ما شاروا علي إلا من الذلة. وخاف من المني وأنا أخوك اليوم جدو مسرية. الموت ما هذا ولا خيالة الخير. ما تسمع وش يقول للحور؟ والله لا أتبعك. والحر يقول والله لا أدعوك. إلى آخر إلى أن قال ثكلتك أمك يا حر. سكت الحر. قال أما والله لو ذكرها غيرك لما تركت ذكر أمه بالثكل. ولكن ماذا أقول وأمك فاطمة. يعني تعرف هذا ابن فاطمة؟ هذا ابن الزهراء مكسورة الأضلاع المظلومة الأولى بنت رسول الله. هذه اللي راحت من الدنيا بعين ملطومة وراحت مهضومة ومغصوبة. ويتقول لأولادها بعد ما راحت وداعت الله يا أولادي رحت عنكم.
يتامى بعد عيني بتصير وأظنكم بتزداد من بعد محنكم حسافة مشبعت منكم. اي والله. واذا مثل ما يصير تروح وتخلي اولادها وتهل المصايب عليهم واحد بعد الثاني. ولذلك وداع الزهراء عظيم على اهل البيت. حسين يقول لامه, شوفوا صغير يقول لامه شنو يقول لها, يقول دون ضلوعك تمنيت ضلوعي تكسرت بالباب ويلي وراسي من قبل محسن يتهشم على الأغتار والله رد جواب يا يما على ولادي اشدر رد جواب ترى حسين يما حسين الصوتك وش كثر والغار. جاوبت الزهرة تقل لي يا ابن حسين أوجاعك علي زادت الأوجاع يا ليت تكسر أضلاعي تسلم منك الأضلاع وحسين وغدك خماري من بعده أختك يبقى لك أقناع ونيران اللي في داري عن خيامك تصد نيرا. آه يا حسين آه يقلها يما يما يا يوم الدار يا زهرة ما بشوف مثلك يوم وعاشر عندي ما يعادل يا زهرة خدك الملطوم يا ليتك ما يظلمونك وظل طول العمر مظلوم 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 ولا اسمع لونينك وتلوذين خلف الباب. ايه هالخطيب يقرا على الزهره اليوم. انا مقارنه بين الزهره والحسين, انا مو قاعد اقرا على الزهره من اجل تعرفوا كربلاء ايش راح يصير فيها. هذا خبر من الزهره. تقول لي يا ابني يا ابني اللي رفس بطني بيتربع على صدرك صدرك ام حسين صيحت اهون من طيحتك عن مغرك رغم عذري حجيت وياك لكن لاختك اش عذرك اذا ما سمعت اعتباياك يوم تحوط غالعدوان. اهوى زينب يا ابني هذا بيت قاسي حقيقة قاسي. تقول يوم الدار يا ولادي والله يوم الدار يا ولادي ما هو أشد من الطفوف ولطمة خدي تلقاها بحجر يرميها أبو الحتوف يصك بجبنتك وتحاول دمك تنزفه وتشوف وجيك السهم المثلث والله بعد ما توقع من حصانك يجي كافر بدون حساس يا ابني يتربع على صدرك يخمد منك الأنفاس والله يا ابني يظل يهبر وداجك وعن جسمك يشيل الراس ايه يا ابو علي هذه امك تقولها. يقول لامك لو واحد ذاكرنها ما تركت لكن ايش اقول امك الزهرة يا حر تعرف ايش صار على الزهرة ها هذا ابن الزهرة هذه اللي امه قرأت لها مصابه قبل يومه وتبكي عليه قبل يومه وانت تعرف لكن عادي تروعت قلوب الفاطميات. يخلينا نمشي على معتاد الخطباء لا نخرج كثيرها. يلا روعها حد أقلبها آخر يوم هذا يوم خامس راح بعد ما بيرجع لنا انتهى اليوم. نختم بحدو مع زينب. يا ناقتي لا تذعري من زينب
وشمر قبل طلوع فاجر. بارك الله بخير ركبان وخير الساعة آل رسول الله آل الفا. يلا دعاء دعاء للحسين. وين اللي بيدعو للحسين؟ الحسين يدعو لكم وادعوا له. يا مالك النفع معا والضر. ها تحفظون شباب؟ أيد حسين بالناصر على العين سليل الصاخر. وإذا الصوت من السماء لسان حال يا زينب الطهر ابنة الطهر ألا فاستعدي لسيات زجري. عجيب هالشاعر ما قال استعدي لسيات شمري. هم القافية جيدة ما ينكسر البيت. زجري زجري ليش زجر إلى شأن ويا زينب ويقيه ظفر بقتلة الحسين المختار. جاب الشمر. ايش سويت يا شمر؟ قال لي أنا ذبحت الحسين. قال ذبحوه. جاب خولة. ايش سويت يا خولة؟ قال أنا اللي وديت رأس الحسين إلى يزيد في طشة من ذرة. أنا اللي سويت كذا. اقتلوه. حرملة. ايش سويت؟ قال لي أنا رميت أسهم كثيرة أخطأت ببعضها وأصبت. ماذا رميت؟ وين أصبت؟ قال لي سهم واحد بعين أبو فاضل. من أجل تحضر أم البنين لازم أذكر أبو فاضل. صاب عيونه اليمنى عيوني أبو فاضل أخاط ليسرى. ولذلك هالسهمها صوب عين الزهرة. الحسين يوم إجا إلى العباس والسهم بعينه سافه تمتم. قال لأخوي شيل السهم بهداي. ألمني السهم يا أخوي شيله شوية شوية. صار الحسين يحاول يشيل السهم من عين العباس والعباس يقول آه كل ما يريد يشيله يقول آه. يقول لأخوي السهم العين خوي شلون طلعه بوسط العين واقع صعب شلعه. عن وين رميت؟ اللي رميت الرضيع على يد الحزين ذبحته من الوريد إلى الوريد. الأمر الثالث وين؟ قال ما أقدر أخاف. قال قول يا لعين إيش سويت؟ قال للسهم الثالث ذو ثلاث شعب في قلب العزين. اي رحمتك صوتك مرحوم ان شاء الله عزيز. بارك الله فيك. اللي صح وحسيناه انا اقول حصل على ثواب عظيم. يضج الضاجون. رحم الله تلك الصرخة التي كانت لنا وحسيناه. قال اقتلوه بالحديد احرقوه مثل دعاء زين العابدين. يا مولاي صدنا زجر جيبوا زجر. تعال ايش سويت يا زجر ايش سويت؟ قال لي شوف تكلمت او ما تكلمت مصيرك مثل شمر وفلان وفلان. اتكلم قول ايش سويت؟ قال انا بعد مقتول لا محالة. قال انا ما وقع الطفلة الا وسحبتها على وجهه وما بكت يتيمة الا وألمتها بالصوت. الله بعد قال لي أعظم شي سويت؟ أعظم شي شنو علمنا؟ قال يوم حرقت الخيام ليلة الحاد عشر تفاررنا المخدرات يمي يمنة ويسرى ما مر بي يتيم إلا وضربت به الأرض. أخذ هذا أشطف بالأرض. هذا أضربه بأخوه. ذاك مزق ثيابه تلك أسلب قرطها. وهذا قال لي بس هذا بعد شيء أخاف أخبرك. قال قول. قال رأيت مرأة محجبة خفرة والنساء تلوذ بها
وهذه تنادي عم زينب وتلك تنادي أخي زينب عرفتها زينب ابنة أمير المؤمنين. سويت يقول فجئت أسلبها خمارها. يا شباب تستاهل الصرخة زينب. جئت أسلبها خمارها صارت تدافعني. كل ما أريد أسلب الخمار تدافعني إليك عني يا ظالم. شفت قوية مو قادر أسلب الخمار. أخذت صوتي فصرت أؤلمه. يؤلم زينب على بطني على أضلاعها. بالله اسمعوا هالبيت اللي راح أقراه له. شو تقول للحسين؟ اسمعوا يا شباب يا نساء إذا قلوبكم تتحمل راح أقراه. تقول له خويا خويا السبع لي صعيبة والعدو علي صعب. خويا مثل من ضربة الزغرة مرمروني من الضروح. إلهي نسألك وندعوك ونتوسل إليك.